Geox Amphibiox Volkswagen مشاهدينا مشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليكم الاحوال الجويه المتوقعه على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث نلاحظ من الخرائط الجوية أن المملكة ستتأثر اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة بكتلة هوائية باردة. الجزء الأبرد من هذه الكتلة الهوائية الباردة والشديد البرودة سيؤثر على المملكة اعتبارا من صباح يوم الخميس وحتى صباح يوم الجمعة، وبناء عليه فإن الأحوال الجوية المتوقعة يوم غد الثلاثاء بيكون الجو بارد غائم جزئي الى غائم تسقط زخات متفرقه من المطر على فترات الامطار قد تكون مصحوبه بالبرد احيانا لكن في فتره ما بعد ظهر يوم غد الثلاثاء تتركز الفاعليه لاحقا في شمال البلاد في هناك احتمال لتساقط الامطار الممزوجه بالثلوج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها ألف متر فوق مستوى سطح البحر ومعظمها المرتفعات الشمالية يعني تتساقط الأمطار الممزوجة بالثلوج على قمم الجبال الشمالية العالية ويوم الأربعاء تستمر الأجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائم بكون الجو وبتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات الأمطار تكون على شكل زخات مصحوبة بالبرد أحيانا في وخاصة في فترة لاحقة من يوم الأربعاء تتساقط الثلوج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن الف متر عن مستوى سطح البحر يوم الخميس يوم الخميس تتاثر المملكه بالجزء الاشد بروده او بالجزء البارد جدا فتعبر البلاد جبهه هوائيه بارده تسقط بيكون الجو بارد غائم ماطر في معظم مناطق المملكة تتساقط الثلوج في المرتفع على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن مستوى سطح البحر وتتراكم أيضا فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وأيضا هناك احتمالية لتراكم بعض الثلوج على المرتفعات اللي بزيد ارتفاعها عن 900 متر عن مستوى سطح البحر. يوم الخميس مساء او ليله الخميس على الجمعه تخف حده تاثير الكتله الهوائيه البارده تدريجيا وتتراجع الفاعليه الفعاليه الجويه ليلا في مختلف المناطق، لكن اعتبارا بعد ظهر يوم الخميس وليله الخميس على الجمعه بتركز الهطول على المناطق الجنوبيه ويكون احيانا غزير وتتساقط الثلوج ايضا على المرتفعات الجبليه العاليه. عالية. ليلة الخميس على الجمعة يتوقع تشكل الانجماد في أجزاء واسعة وكبيرة من طرقات المملكة يوم الجمعة تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا لكن يبقى الجو باردا وباردا جدا درجات الحرارة أقل من المعدل بشكل واضح وأيضا يتشكل الصقيع ويحدث الانجماد أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر يعني ليلة الخميس على الجمعة بتشكل الانجماد والصقيع وأيضا ليلة الجمعة على السبت نتوقع أيضا أن يتشكل الصقيع ويحدث الانجماد في مناطق مختلفه الان نستعرض سويا سلوك درجات الحراره والاحوال الجويه المتوقعه على في عمان في عمان نتوقع غدا الثلاثاء بيكون الجو زي ما حكينا بارد غائم جزئي الى غائم تسقط امطار والعظمى ما بين 9 الى 4 درجات يوم الاربعاء برضه بارد وغائم جزئي الى غائم تسقط الأمطار زخات من المطر على فترات العظمى ثمانية والصغرى اثنين يوم الخميس اليوم الأبرد جو بارد غائم ماطر في معظم مناطق المملكة تتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن تسعمية متر عن مستوى سطح البحر يوم الجمعة بمير الجو إلى الاستقرار لكن يبقى بارد والحرارة العظمى يوم الجمعة سبعة لكن الصغرى اثنين تحت الصفر الخميس العظمى خمسة والصغرى واحد لكن يوم السبت تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا وتدريجيا العظمى بتكون عشرة والصغرى درجة مئوية واحدة أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم نتمنى للجميع السلامة وإلى اللقاء